نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله وغنمه وعونه من سورة الطلاق، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في سورة التغابن على نفس الترتيب الذي نسير فيه من أول ما بدأنا. وسورة التغابن مدنية على قول الأكثرين، سورة التغابن مدنية على قول الأكثرين. بدأ الله رب العالمين بالتسبيح، فقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء التسبيح هنا بالفعل المضارع، وقد أتى في سورة الحشر والحديد وغيرهما بالفعل الماضي، فإذا جاء بالمضارع يدل على استمرار التسبيح، استمرار التسبيح في جميع جنبات الأرض، وعلى استمرار التسبيح في السماوات. وإذا جاء بالفعل الماضي يدل على دوام التسبيح وثبوته لله. مرة أخرى، إذا جاء بالمضارع يدل على استمرار التسبيح، وإذا جاء بالماضي يدل على ثبوته ودوامه لله وحده تبارك الله وتعالى. التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والتسبيح له فضل لو تكلمنا فيه لطال المقام. فضل التسبيح فضل عظيم، بل وخصه الله رب العالمين من بين الذكر بأن عطفه على عموم الذكر من باب عطف الخاص على العام، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم خص التسبيح، قال: وسبحوه بكرة وأصيل. فبعدما قال اذكروا الله على العموم خص التسبيح، فعطف الخاص على العام ليفيد مكانة التسبيح وليفيد الاهتمام بالتسبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث فضل التسبيح في أحاديث كثيرة، يعني في القرآن جاء التسبيح، سبح الله نفسه وأمر نبيه أن يسبحه، وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن عباده المؤمنين، عباد الله المؤمنين، أن يسبحوه. إذا في القرآن سبح نفسه تبارك وتعالى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين أن يسبحوا. وفي السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل التسبيح ومكانة التسبيح. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، منها: أطول شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. وكذلك جاء فضل التسبيح مقترنا بالحمد في قوله: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وفي الحديث المشهور: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إلى غير ذلك مما جاء في فضل التسبيح. يسبح لله وحده، وتقدم ما حق التأخير في القصر والحصر، والأصل يسبح ما في السماوات والأرض لله، فقدم الجار والمجرور بقوله لله
للقصر والحصر، يسبح له وحده لا لغيره سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أولا قلنا تقديم السماوات على الأرض في كثير من المواضع، غرضه لو كانت الآيات أو السياق يتكلم عن اليوم الآخر فيقدم السماوات لعظمها، لو كان السياق يتكلم عن اليوم الآخر فيقدم السماوات لعظمها. ما معنى على اليوم الآخر؟ قدرة على البعث. ولو كان السياق عن القدرة عموما قدم السماوات لعظمها عن الأرض، لعظمها عن الأرض، فالسماوات أهم من الأرض بكثير. فلو تكلم عن القدرة أو تكلم عن الساعة يقدم السماوات، وإذا تكلم عن أهل الأرض وأراد الاهتمام بأهل الأرض قدم الأرض. لو الكلام عن أهل الأرض أو المخاطب أهل الأرض قدم الأرض على السماوات، كقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وكقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا. وهذا اجتهاد، والعلم عند الله. ثم جمع السماوات وإفراد الأرض، وهذه عادة القرآن، يجمع السماء أو يفرد السماء. أما الأرض فلا تأتي إلا بالمفرد. وعمل أهل العلم هذا بأنه إذا تكلم عن السماوات والأرض أراد أن يبين العظم في السماوات فيذكرها جمعا للفصل بينها وبين الأرض في الحجم، فيذكر السماوات جمعا لتعظيم مساحتها ولتعظيم حجمها فيذكرها جمعا. وإذا ذكر الأرض يذكرها مفرد، لأن الأرض بالنسبة للسماء صغيرة، ففصل في الإشارة بين ففصل بينهما جمعا وإفرادا للإشارة إلى الفرق بين حجمهما. هذا قول. القول الثاني أنه قال إذا تكلم عن السماوات أراد بها الذات، ذات السماوات، وإذا تكلم عن الأرض أراد بها الجهة التي أسفل السماوات، والجهة لا تجمع لغة، الجهة لا تجمع. فإذا تكلم عن السماوات أراد الذات، ذات السماوات، لا يريد جهة العلو. وإذا تكلم عن الأرض أراد الجهة التي هي أسفل السماوات. والقول الأول أرجع، والعلم عند الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، واستخدم ما التي هي غالبة تستخدم لغير العقل والتي فيها إبهام ليعم ويشمل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا الإبهام يعم ويشمل. فإذا تكلم في عن التسبيح أتى بلفظ ما الذي هو لغير العقل والذي فيه إبهام لعمومه وشموله. كل آيات التسبيح في القرآن جاءت بما لغير العقل ليشمل عقل وغير عقل إلا موطن واحد، إلا في موطن واحد، موطن سورة الإسراء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولم يقل وما فيهن. فموطن سورة الإسراء هو الموطن الوحيد الذي جاء فيه بمثل العقل. لماذا؟ لأنه عبر عن غير العقل بقوله السماوات والأرض. يا أبتلين تسبح له السماوات السبع والأرض، هذا غير العقل.
ومن فيه هذا العقل. فموطن الإسراء هو الموطن الوحيد الذي فيه من، لأنه ذكر غير العقل على حدة في قوله السماوات السبع والأرض، هذا غير العقل. ثم خص العقل قال ومن فيهن. أما باقي المواطن أتى بما التي تشمل عقل وغير عقل، فقال سبح لله ما في السماوات، يسبح له ما في السماوات، وهنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. واضح؟ ماشي. له الملك، تقديم حق وتأخير في القصر والقصر، والتقدير الملك له، وله الحمد، تقديم حق وتأخير في القصر والقصر، يبقى معاي في التسبيح والملك والحمد، تقديم حق وتأخير في القصر والقصر، تسبح له وحده، له الملك وحده، وله الحمد وحده سبحانه وتعالى. الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. الحمد ذكر محاسن المحمود ثناء واعترافا مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى. إذا فلو نظرت إلى التسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، وإذا نظرت للحمد إثبات صفات الكمال لله. ما معنى ذكر محاسن المحمود؟ أن تثبت له صفات الكمال. فالتسبيح تنزيه والحمد إثبات للكمال. انتبه يا، لو قلت لك ما العلاقة بين التسبيح والحمد؟ أحدهما تنزيه الله عما لا يليق به، والآخر إثبات صفات الكمال لله. فلذلك تجد التسبيح دائما مقترن بالحمد. لماذا يقول النبي وسبحان الله والحمد لله تملان ما بين السماء والأرض؟ اشمعنى سبحان الله والحمد لله؟ تنزيه وإثبات صفات الكمال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وسبح بحمد ربك حين تقوم، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. وهنا يقول يسبح لله في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. دائما اقترن التسبيح بالحمد. لماذا؟ لأن العلاقة بينهما علاقة التكامل. فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد إثبات صفات الكمال لله. لفظ الله يسبح بالمضارع ليه؟ ليفيد استمرار وتجدد التسبيح. طيب سبح بالماضي دوام التسبيح في وقت التسبيح لله، تقديم قبل التأخير في القصر والقصر. معنى انتوا معنا وردتوا في ايه؟ والمعنى يسبح له وحده ما في السماوات. لماذا اتى بما لغير العقل واراد بها العقل وغير العقل؟ له الملك، تقديم ما حق التاخير في القصر والحصر، له الملك وحده وله الحمد، تقديم ما حق التأخير في القصر والقصر. ما معنى الحمد؟ ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وفيه إثبات صفات الكمال لله. ما العلاقة بين الحمد والتسبيح؟ علاقة التكامل. فالأول تنزيه التسبيح، تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد إثبات صفات الكمال لله. صح؟ وما فيه؟ ما زلت لمو؟ هل الملك أنا بختصر؟ مش عايز أفك لفظ لفظ. لو دخلنا في التسبيح وفضل، ولو دخلنا في الملك واسم الله الملك وصفة الملك لله، ولو دخلنا في الحمد والفرق بين الحمد والشكر، سيطول بنا المقام. انا بجيب لك الفوائد على طول عشان المساله تجاوب زي ما انتوا قلتوا. له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء.
التسبيح في الآية تسبيح حقيقي، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، إنس طير جن جماد حيوان، كلهم يسبح لله على الحقيقة. لماذا أقول لك هذا؟ لأن هناك فرق قالت إن التسبيح تسبيح دلالة، يعني تدل على التسبيح، أما هي في ذاتها لا تسبح. يعني لما تشوف الشجرة تقول سبحان الله لجمالها، فهي تدل على التسبيح، فكل ما في الكون يدلك على التسبيح، أما هي في ذاتها لا تسبح، ده اسمه تسبيح دلالة. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ كلمة هو ضد صريح القرآن، ضد صريح القرآن، فهي تسبح حقيقة لذاته بكيفية لا يعلمها إلا الله، لذلك قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا إن من شيء إلا يدل على التسبيح، هذا كلام خاطئ، ليس تسبيح دلالة. السؤال، ما الذي حملهم على أن يقولوا هذا؟ لماذا تقول إن التسبيح تسبيح دلالة ليس تسبيح ذات؟ إيه يعني اللي خليته كده؟ هل لأنك لا تستطيع أن تستقبل بعقلك أن الشجرة تسبح؟ أو أنا خليك تأول المسألة وتقول إنه تسبيح دلالة؟ وما ما الذي يزعجك أو يعجز عقلك عن أن تتصور أن الشجرة نفسها؟ ما العجيب فيها؟ قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا إزاي؟ قالت إزاي؟ بنفس الكلام، وقلنا الحجاب أوهين منها لما يهبط من خشية الله، إزاي؟ فهمت الآيات إزاي؟ وعرفت إن ده كلام الله إزاي؟ لو أنزلنا هذا القرآن عن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إزاي؟ كيف يعقل وكيف يفهم؟ لما قال النبي وإني لأعلم حجرا يسلم علي بمكة، يسلم إزاي؟ بيده؟ ملوش إيه؟ بلسانه؟ ملوش لسان؟ النبي قال تصدق صلى الله عليه وسلم لما اسمع النبي تسبيح الحصى في كفه لاصحابه، اسمعهم تسبيح الحصى في كفه، اسمعهم ازاي؟ الحصى سمع ازاي؟ اتنكر عشرات النصوص لسبب ان عقلك ان شاء الله ما استوعب؟ انت مؤمن ينبغي ان تصدق، المساله ليس كل ما تقراه ستستوعبه، سيعجز عقلك حتما عن امور، لازم عقلك هيقف افهمك وهيقف، لا تستطيع ان تتصورها لان عقلك محدود، النصوص لا محدود، عقلك طاقه محدوده ولا مش محدوده؟ طاقه محدوده. ليه؟ هذا العقل بياخد معلوماته منين؟ من الحواس، مصر الحواس اللي بتدي العقل المعلومات اصلا محدود، هي حاسه البصر مفتوحه، يعني انا اقدر اشوف فيه مثلا في بلد انا قاعد هنا، ليه؟ حتى لو ما فيش مباني او حاجه حاجزه، يعني حتى لو المساحه مفتوحه امام عيني البصر ده حد سينتهي عنده، لو انت بتبص على ارض فاضيه او على امتداد تشوف لا حد، السمع اقدر اسمع اللي في القاهره وانا قاعد هنا لان السمع حي، اللمس ما تناله يدي هو ما استطيع ان المسه، الشم ممكن اشم مطعم في بلد مثلا عشان اللي حطيته مش ممكن، ليه؟ لان الحس وهكذا كل الحواس محدوده، هذه الحواس هي التي تعطي اصلا للعقل المعلومات، فكيف تزعم ان العقل لا محدود؟ كان محدود محدود، طيب اذا كان العقل محدود، طيب مصدريه التشريع الوحي القران والسنه لا محدود، فكيف تحكم بهذا المحدود على لا محدود؟ ستعجز حتما، تعرف ليس أمامك إلا التسليم وأن تؤمن فقط. هل تؤمن أن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحمل إزاي؟ الجبال ده يأبى إزاي؟ يقول لك لا الأمانة تقيلة مش عايزها. كيف الجبل أن يعقل هذا؟ تصور يا سيدي يلا دور كده وروح على الجبل ولف من حواليه واطلع فوق وانزل تعالى من تحت وقول لي هتفهم إزاي؟ هتلاقي الجبل كيف يأبى؟ قول له أنت أبيت منين مش هتعرف؟ ستعجز حد. ليس عليك إلا أن تصدق كلام الله رب العالمين وأصدق الطائرين.
إذا فنحن على السنة نؤمن أن التسبيح تسبيح حقيقي، ليس تسبيح دلالة. وعشرات النصوص لو أردت أن تحكم يا فيها العقل ستنكر وتكذب. والأصل أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. هل تعلم أن من علامات الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صمته وشراء كان عليه ويخبره فخذوه بما فعل أهله في غياب. هذا صحيح. لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صمته، طرف الكربات بتاعه يتكلم معاه، وشراء كان عليه ويخبره فخذوه بما فعل أهله في غياب. تصدق؟ نصدق. طالما أن الحديث صحيح نصدق، نصدق ونسلم بها. هكذا ينبغي على المسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجل قال أمام النبي، حديث البخاري، حمل رجل على بقرة فقالت له اتق الله ما لهذا خلقه، فتعجب الناس وقال بقرة تكلم. فقال النبي وأنا أؤمن به وأبو بكر يؤمن به وعمر يؤمن به. عاد ذئب، نفس الحديث بيت، وعاد ذئب على شاة فأخذها فضربه الراعي فوقع على ذنبه، فقال الذئب للراعي استنقذتها مني اليوم، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير. لو الأسد اللي هجمه هتنقذها ازاي؟ فتعجب الناس وقال ذئب تكلم. فقال النبي وانا اؤمن به وابو بكر يؤمن به وعمر يؤمن به. يلا يا عم شغل عقلك، شغل عقلك. يعجز العقل، يعد اما ان ترد النص واما ان تسلم وتؤمن. حال المؤمن سمعنا وطعنا، يؤمن بالاخبار، نعم يؤمن بهذه الاخبار، نعم، لانها وحي، قران وسنه، وحي من عند الله تبارك وتعالى. لما دخل النبي على بستان الحديث المسند احمد وسنده صحيح، فلما رآه الجمل أراح رأسه على كف النبي وشكى له ومسح النبي زرفاه بالعيد اللي بيطلع منه الدموع فكف عن الدمع. النبي عمله بسط كف اليمين كده، فأراح الجمل رأسه على كف النبي وكأنما يسر له شيئا. فلما مسح على الجمل وتوقف عن الدمع قال من صاحب هذا الجمل؟ قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال اتق الله فإنه شكى لي أنك تجيعه وتذهبه. بتأكلوا شوية وتشكلوا كتير. من أعلم الجمل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول النبي والذي نفسي بيده ما بين لبتيها، يعني جنبيها، يقصد المدينة، إلا ويعلم أني رسول الله. كيف يعلم ما بين لبتيها؟ إنس وجن وطير وحيوان، وهذا الجمل شاهي على هذا. وهكذا والنصوص كثيرة. إذا فالتسبيح تسبيح حقيقي. فأنا أردت أن أستطيل في هذه النقطة لأن كلمة سبح يسبح ستأتي معنا كثيرا. فهذا المقصد الأول في هذا الجزء حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم، هو الذي تعريف الطرفين القصر والحصر. احنا قلنا كم اسم القصر والحصر؟ أربعة. أربعة واحد. الاستثناء في سياق النفي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقديم حق وتأخير. تعريف الطرفين المبتدا والخبر أو اسم إنه وخبر. مثلا كلمة إنما. خلاص. هو الذي تعريف الطرفين. هو الذي خلقكم يفيد القصر والحصر، أي هو وحده سبحانه وتعالى. خلقكم أوجدكم من العدم،
فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذه الآية إشكال عند أهل التفسير. فريق فسرها بلا إشكال، وفريق فسرها تبعا لاعتقاد أهل السنة. هو الذي خلقكم وحده سبحانه وتعالى، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما هو الإشكال؟ خلقه كافر، خلقه مؤمن، ظاهر الآية يحدث إشكال عند السامع. خلقه على كفره وخلق هذا على إيمانه، هذا هو الإشكال. اعلم أن تفسير هذه الآية عند أهل العلم وجهين. الأول إظهار العقوق في الآية، هو الذي خلقكم، فكان ينبغي أن يكون كل الناس مؤمن، ولكن من عقوقهم منهم من آمن ومنهم من كفر. هو الذي خلقكم، نعمة ولا مش نعمة؟ نعم، تستوجب أن يكون كل الناس مؤمن، فصار بعضهم مؤمن وبعضهم كفر وبعضهم مؤمن، وهذا يدل على عقوق الناس. مثل قوله خلق الإنسان من نطفة، نعم النتيجة، فإذا هو خصيم مبين. عقوق قل الله ينجيكم منه ومن كل كرب، النتيجة ثم أنتم تشركون. واضح ما أريد؟ هو الذي خلقته، النتيجة بدل ما يكون كل مؤمن بقى منكم كافر ومنكم مؤمن، وكان الأصل أن يكون الكل مؤمن مقابل نعمة الخلق، ولكن حدث من الناس العقوق فانقسموا وصار منهم كافر ومنكم مؤمن. ها واضح كده؟ المعنى ده واضح؟ مين مش فاهم؟ يبقى ده القول الأول في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا إشكال فيه. عن قول ده كده مش إشكال على هذا الوجه. طيب الوجه الثاني، وهو الذي فيه إشكال، أن يفهم السامع أن الله خلق الكافر على كفره وخلق المؤمن على إيمانه، وليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى في اعتقاد أهل السنة أن الله خلق الكافر مقدر له في الأزل أنه كافر، ولكن فعل الكفر الذي يعذب من أجله من كسره. فخلق الكافر والكفر طابع له وكسبه من عمله، اكتسب الكافر كفره من عمله، ولكن مكتوب عند الله أزلا أنه سيكفر. طيب لما يتحاسب بما كتب عند الله ولا بعمله الذي اكتسبه؟ بعمله الذي اكتسب. تاني، الله خلقه، أرسل الرسول، جاوب البينات، تفضل أن يكفر، فاستوجب فحق عليه العذاب أن يعذب. بماذا؟ باختياره الذي اختاره. كل ذلك في إشكال؟ خلاص. طيب هذا كله مكتوب عند الله في أم الكتاب؟ مكتوب، وهو بمشيئة الله؟ بمشيئته، ولكن ما هو مكتوب ومشيئة الله ليست هذه ما يحاسب عليه هذا الكافر، إنما يحاسب على اختياره
ليس على ما كتب أزلا، وكتابة هذا أزلا لا يمنعه من أن يختار. كل إنه مكتوب أزلا، هو كان طلع على الأزل عارف فيه إيه؟ ما طلعش، فكان عنده حرية اختيار عندما اختار. اختيار الحر ده هو ده اللي عليه الجنة والنار. أنا دلوقتي مثلا بشرب صورة التغاب، أول ما أخلص هعمل امتحان، كل الناس اللي قدامي معايا بقى لها سنين عارف مستوياتهم، عارف مين اللي هيجاوب ومين مش هيجاوب. أنا عارف في نفسي، ما قلتش ده حد، يعني أنا بدي الورقة بقول إن شاء الله ساقط، إن شاء الله لكن إن شاء الله ما عنديش كده. خلاص؟ أنا عارف في نفسي مين هينجح ومين هي. طيب كون إن أنا عارف ده يمنع من إن كل واحد يحط في الورقة اللي هو عايزه؟ أنت حر؟ طب النجاح والصوت على اللي أنا عارفه؟ ولا على إيه؟ على الحاجة اللي أنت هتحله أيا كان. انت عارف انا عارف عنك ايه؟ ما تعرفش. معلوماتي عنك إيه؟ انك هتنجح ولا هتصل؟ انا معلوماتي دي بناء على ان انا درست لك. خلاص؟ بس معلوماتي دي انا كاتبها في نفسي. فانا بديك الورقه، انت حر اكتب اللي تكتبه. خلاص؟ اكتب اللي تكتبه. انا لما اديك الدرجه مش هديك على المعلومات اللي عندي. انا هديك على اختيارك انت. على الاجابه اللي انت اخترتها. واضح المثل ده؟ واضح كده؟ هي زي هو الذي خلقكم يعلم في آذن يعلم خلقه أزلا ويعلم من الكافر ومن المؤمن أزلا ولا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته ولكن الحساب على الجنة والنار بالكفر الذي اكتسبه العبد ليس بما كتبه الله عنده. مين شيء؟ طب مين عنده إشكال يا إيه؟ طيب واضح هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اختصار هذا الكلام للي بيكتب، انظر ان كل الناس بتكتب ان الله خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، وخلق المؤمن وايمانه فعل له وكسب، والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله اياه، والله قدر ذلك عليه وعلمه عنه، أي قضى بكفره أزلا وقضى بإيمان المؤمن أزلا، فإذا عذبه عذبه على ما اختاره وما اكتسبه ليس على ما قدر له أزلا. يبقى لله مشيئة وللعبد مشيئة، الله يعذب العبد أو يجازيه بالجنة على مشيئة العبد لا على ما شاء الله أزلا. أظن كده استفدنا في آية. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم موت. القول الأول خلقكم وبدلا من أن يكون كل الخلق مؤمن انقسموا فصار بعضهم كافر وبعضهم مؤمن وهذا عقوق من الإنسان. ده القول الأول. القول الثاني هو الذي خلقكم وعلم أزلا أن منكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. احتمل أي والله ما ترى الأصيل. أنا ناسي حد فتح مصحف. الله ما ترى الأصيل. خلق السماوات والأرض بالحق. هذه لا تقابلك كثيرا. وما خلقنا السماء والارض بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق. وما خلقنا السماوات والارض بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وكون ابناؤهما ما خلق باطلا اذا خلق بالحق. اول الاحقاف حقيقة تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنا أنذروا معرضون. السؤال ما هو الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض؟ ما هو الحق؟ يعني إيه ما خلقناهما إلا بالحق؟ يعني إيه خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل؟ فما الحق الذي يثبته خلق السماوات والأرض؟ ما هو الحق الذي يثبته خلق السماوات والأرض؟
أولا أنه لا إله إلا الله، خلق السماوات والأرض يدل على أنه لا إله إلا الله، وهو الحق الأول الذي يثبته خلق السماوات والأرض، لأنه ما خلقهما إلا الله، فلا يستحق أن يعبد إلا من خلقه، فدلل على أحقيته بالعبادة بخلق السماوات والأرض. لو أن لله فيهما شريك لعبد معه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه لأنه وحده خلقهما فلا يثبت أو فلا تثبت العبادة إلا له وحده، لأنه هو من خلقه، فدلل على أحقيته بالعبادة وحده بأنه هو من خلق السماوات والأرض. يا أيها الناس اعبدوا أولا، أول فعل أمر في القرآن، وأول أمر بالعبادة في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدلل على أحقيته بالعبادة بأنه خلقكم. الثانية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، دلل بخلق السماوات والأرض على أنه وحده هو من يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. هذه الآية من سورة البقرة. فإذا نزلت في منتصف السورة وجدت نظير لهذه الآية في الربع بتاعنا الصفا والمروة، قال وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، الرحمن الرحيم. ثم دلل على أحقيته بالعبادة وحده وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله، وذكر النعم. أول هذه النعم وأول ما دلل به في هذه الآية على أحقيته بالعبادة قال إن في خلق السماوات والأرض، وهذا هو الحق الأول الذي يثبته خلق السماوات والأرض، ألا وهو حقيقة التوحيد أنه لا إله إلا الله ولا معبود إلا هو. الحق الثاني الذي يثبته خلق السماوات والأرض حقيقة القدرة، حقيقة القدرة، ففي خلقه ما عجبا، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سماوات سبع سماوات انطباقا، السماء الأولى لا تساوي في الثانية شيء، والثانية لا تساوي في الثالثة شيء، سبع سماوات إلى أن تصل إلى السماء السابعة على عظمها وسعتها، سبع سماوات والأراضين السبع لا تساوي في كرسيه شيء، والكرسي لا يساوي في العرش شيء، فما ظنكم بمن خلق العرش وخلق الكرسي وخلق السماوات وخلق الأرض، كيف عظمه سبحانه وتعالى، هو العظيم ولا يستحق أن يعبد إلا هو. لما ينكر الكافر البعث ويقولون إذا كنا عظاما وترابا، ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، لما قالوا هذه المقولة دلل الله على قدرته بخلق السماوات والأرض، قالوا أين المردودون في الحفرة، أين كنا عظاما نخرة، فأجاب بقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هذا سؤال لهم، أأنتم أشد خلقا أم السماء، كيف تنكر البعث؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ فدلل على قدرته بخلق السماوات والأرض. آخر آية في سورة الطلب الدرس اللي فات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم ما الذي يريد منا ربنا أن نعلمه،
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا فالحق الثاني الذي يثبته خلق السماوات والأرض حقيقة القدرة. الأول توحيد، الثاني القدرة، الثالث البعث. لأن بزوال هذه السماء وبزوال هذه الأرض قامت القيامة. فلذلك ستجد ذكر السماوات والأرض في معرض القيامة. هل سألت نفسك مثلا آية مثل آية الحجر؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ انتبه. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أن خلق السماوات والأرض هي الدنيا وبزوالهما قامت الساعة، والذي خلقهما قادر على بعث الخلق. فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، فدلل على قيام الساعة بخلق السماوات والأرض. الحق الرابع، بزوالهما يحاسب الناس على أعمالهم، حقيقة الحساب والجزاء. يبقى بزوالهما البعث وبزوالهما الحساب والجزاء. قال الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا، العلاقة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. أن الله أقامهما في الدنيا وبزوالهما يحاسب هؤلاء، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. كم حق؟ حقيقة توحيد، ثانية قدر، ثالث البحث، رابع الإنسان. هذا كلام مختصر في قوله هو الذي خلقكم فكونوا كافرون وكم مؤمن الله ما تعملون سر خلق السماوات والأرض بالحق. لو أردت أن تطلع على بحث طويل في قوله أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وأنا عارف إن أنتوا طبعا كلكم بتحبوا القراءة، إذا أردت أن تطلع على بحث، أنا بحث مستوفي لهذه النقطة، اقرأ في تفسير أضواء البيان. أنا مش تفسير الآية الثالثة في الأحقاف، في تفسير سورة الأحقاف. ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، ولذلك فعما أنذروا معرضون. ستجد أن هذا البحث مستوفي بإذن الله تبارك وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم، أي في أحسن هيئة وفي أحسن تقويم. الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه. طيب القراءة الثانية، الذي أحسن كل شيء خلقه. توجيه ايه؟ أحسن خلقه. سورة الفطر، سورة القول بدل اللي بدي تقول له هاي الهيئة نفسها، يعني الهيئة أو الشكل نفسه من خلقه، توجيه يعني. تاني، الذي أحسن كل شيء خلقه. القراءة الثانية، الذي أحسن كل شيء خلقه. هو انا مش فاهم انت يعني، انت ممكن تكون فاهم بس مش عارف توصل لي اللي انت فاهمه. ها؟
هو اللي انت قلته قريب، بس مش عارف انت تقصده ولا لا. يعني الإقامة بدل يكون أصفره بدل على كل ايه؟ أصفره بدل على كل شيء، يعني أحسن من كل شيء الله. أحسن من كل شيء خلق. طب وليه حطيت من كل شيء؟ أحسن خلق كل شيء. أحسن خلق كل شيء. يبقى الآية هتبقى تقديم وتأخير. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني أحسن خلق كل شيء. الذي أحسن كل شيء، أحسن في إيه؟ ما الذي أحسنه فيه؟ خلقه. أحسن خلقه، أحسن خلق كل شيء. ركب تاني. الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء، أحسن في إيه؟ خلقه. هو التقديم والتأخير بس. الذي أحسن خلق كل شيء. هذه القراءة الشاهد من القراءتين أنه أتقن سبحانه وتعالى وأحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، خلق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي يصير الناس إليه، أي يرجعون إليه، إليه المرجع والمآب. أقرأ عليك الآيات التي فسرناها في درس الليلة، وانظر ما الذي سيستشكل عندك واسأل فيه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. نبدأ من قوله تعالى: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل. ليه كافر قبل مؤمن؟ ومنكم كافر ومنكم مؤمن. ليه دي قبل ايه؟ على قول بيان العقوق فلا إشكال. القول الأول لبيان العقوق فلا إشكال. وعلى القول الثاني أيضا لبيان العقوق. تقدم الكفر أولا. هو الذي خلقكم فكان منكم كافر بفعل الكافر واكتسابه كما أسلف. فقدم الكافر لبيان العقوب على وجهك والله أعلم. هو تسبيب كل شيء، الشجرة بتسبب، هل المكتب بيسبب برضه؟ كل الجمادات. مش هتفرق هل هو يعني. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ونفس الكلام لما الحصى سبح في كف النبي. جمادات. هذا جمال نصدق الخبر نصدق. هم مش عايزين يصدقوا الخبر، فقال لك ده تسبيح دلالي. يعني شوف المكتب يدلك على التسبيح. شوف الشجره تدلك على التسبيح. انما هي نفسها ما تسبحش تسبيح ذات. نحن نقول كل شيء يسبح تسبيح ذات. يعني هو بذاته يسبح. أسئلة أخرى؟ في أي إشكال في الآيات؟ في هذا القدر كفاية، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.